الحقيقة يعني هذا العمل أنا بقيت نشتغل عليه مدة 4 سنوات، وكان بدايته هو يعني هذا كانت بدايته هو قصة الفيلم اللي هو زواج جوسي وبسام. ثم أتت يعني القمة العالمية لسلام الأديان، حيث هناك التقيت وقابلت يعني مع مئات من قادة الأديان الوضعية والسماوية، ويعني ذهبنا إلى زاوية عملية. يعني عادة هذا الموضوع يطرح ب خلينا نقول معناه من زاوية نظرية شوية، أنا مشيت للعملي في الحكاية، وهكذا كان يعني هذا المحصول ولا هذا الإنتاج ولا هذا الثمار التي معناها نقدمها أو قدمناها في هذا الفيلم على وجه ربي. ويبقى التركيز على مفهوم السلام العالمي والتعايش الإنساني هي الرسالة التي حملها هذا التجمع إلى مختلف المجتمعات الإنسانية من خلال لغة الثقافة والفن والفنون. اليوم العالمي للسلام هو ذكرى تجديد أواصر المحبة والإنسانية بين كل شعوب العالم، بعيدا عن لغة الحرب والاقتتال ومآسيها، وقريبا من لغة الألفة والمحبة والوئام. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أمير العقابي، بروكسل.